سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. في ناس وصلوا قال يعني إنهم سبعة، القرآن بيقول سبعة، ليه؟ قال أكدها بالواو. مين اللي يأكد؟ مين اللي يأكد؟ رب العالمين اللي بأكد؟ بدنا نشوف الآية، لاحظوا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون. مين اللي يقول؟ الله ولا هم؟ الله ولا هم؟ هم. طالما هم كيف أخذت الحقيقة من تأكيدهم هم؟ كيف أخذت الحقيقة؟ ويقولون هم بيقولوا سبعة وثامنهم كلبهم من كثر ما هم معتزين، عارفين الجماعة، ويقولون كمان ببالغوا بيعبدوا كمان، ويقولون سبعة أول إشي رجما بالغيب ضرب الحجار عن غير. نروي قصص، نروي 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 حتى تصير إيش؟ حقيقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما أجى في الهجرة لقوا الناس وصار يقولوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع، من كثر ما كررناه وعلمناه نظرت صارت حقيقة. إيه؟ طب ما هم بيقولوا جئت شرفت المدينة، والمدينة بعد ما دخل الرسول سماها المدينة، بعد ما دخل. طب هم كان لازم يقولوا له جئت يثرب، لو كان الشغلة لما استقبلوا. وين هذه؟ هذه لما هاجر. بس يبدو على فكرة في بعض الغزوات يبدو استقبل الرسول بهذا الكلام، كان راجع من غزوة. انت ما تكيف بتصير مفهومة. اذا من اللي قال الله لا سيقولون سبعة وثامنهم كلبهم؟ قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. شوفوا هون ليش الا قليل؟ ما يعلمهم الا قليل، انه هالكم المتراكم من الاقوال ما بيعلمه. واذا في معلومة موجودة وين؟ عند قليل من الناس، معناته المنتشر والفاشي واللي بتلوكه الناس هو غلط، معناته اللي فاشي هو غلط، واكثر الفاشي انهم سبعة. أكثر اللي بيقولوا سبعة. السائد مش صحيح، السائد مش صحيح.